أهلا بيكو، وأنا سعيدة جدا إن أنا رجعت طنطا تاني. طبعا أنا مش قادرة أعرف أي مكان، يعني وأنا داخلة طنطا ما كانش كده خالص، يعني الرقعة الزراعية اختفت تماما. حبيت النهاردة أتكلم عن السيكولوجي أوف كولر، علشان مع دراستي اللي هي الانجينيرينج وحبي للتصوير اكتشفت ان الثقافه اللونيه احب ادرسها وانشرها بين الناس. في تصويري انا بحب اصور في الشارع حاجات حقيقيه وموجوده حوالينا، واستكشف ازاي الوانها ازاي بتاثر فينا، وبجردها من وظيفتها علشان اعرف اتواصل معاها حقيقيا. يعني فالستايل ده من التصوير اسمه ستريت ابستراكت، ان انا مش بصور الحاجه لروحها مش لوظيفتها. ده مثلا حصان خشبي من الازقازيق اللي بتلف بيه في الملاهي، وانا صورته بطريقه اللي انا يعني جردته من شكله ووظيفته عشان اوصل للحاله اللونيه دي. لما الناس بتشوفها برينتد اصلا بتفتكر انها بينتينج. وهنا وانا ماشيه في المقطم الصبح لقيت الصوره دي اسمها ليمون وجرجير، فكانت الالوان هنا بتلعب عامل كبير في القصة يعني. والصورة دي في الزبالين، وبس أنا لقيت التكوين ده والألوان ديت بتتحدى بشموخ فظيع القبح التلوث بألوانها. وهنا برضو ده سمك مبهج جدا مع انه ميت، لكن بس لسه برصته الصبح، ففي حاله لونيه جميله. يعني هو صوره مبهجه وحزينه في نفس الوقت. طيب انا سالت ايه اللي بيحصل لينا لما بنشوف الالوان وازاي بتاثر علينا، وهل احنا بنأثر في الاخرين بالواننا ولا لا، وايه اللي بيخلينا ناخد الافكار دي لما نشوف لون معين. فابتديت فعلشان دراستي الهندسه خلتني اجيب الموضوع من الاول خالص، طب احنا بنشوف الالوان ازاي اصلا. فعندك النور بيبقى سبيكترم واسع جدا، واحنا كبني ادمين يعني اتخلقنا بنشوف سبيكترم معين، جزء معين من الضوء، هو ده بس اللي بنشوفه. عينينا فيها مصممة لكده، لكن عيون أو الحيوانات التانية بتشوف ألوان وضوء غيرنا خالص، وليهم ألوانهم هما نحن ما عرفوهاش. ومش كل الألوان، مش كل الناس بتعرف تشوف الألوان، في ناس بيبقى عندها ألوان وفي منه درجات، يعني زي ما احنا بنشوف الألوان كده، في ناس ما بتشوف الألوان كده، فالأحمر بتاعك هو الأخضر عنده، أو الأزرق عندك هو البرتقاني عنده. الشخص ده بقى عنده الـ highest degree of color blind، هو ما بيشوفش أي color خالص، الدنيا عنده black and white بس. هو كان تيد اكس سبيكر برضو، عارف إن الألوان دي عبارة عن waves and signals، فهو ابتكر جهاز اللي هو حاطه على راسه ده اللي بيحول ألوان لصوت، مش الفريكونسيز بتاعتها تتحول لصوت، مش ألوان، فهو بيسمع للألوان ما بيشوفهاش. الناحيه الثانيه بقى في فينومينا لبعض الناس اسمها التترا كروماتيك، يعني احنا البني ادمين العاديين بنشوف خمس الوان في قوس قزح، هما بيشوفوا 10 الوان في قوس قزح. البني ادم العادي بيقدر يميز بين 100 مليون لون، الناس اللي في التترا كروماتيك دول بيقدروا يميزوا بين 100 مليون لون، فيعني واو يعني. طيب تعالوا بقى نشوف الألوان
واحد واحد كده نستعرضهم ونشوف هو بيمثل لنا ايه في حياتنا. وخليكم معايا ودوروا على الكلمة او الاحساس اللي ممكن اللون ده يمثله ليك وشوفوا موجود عندي ولا لا. اوكي، الالوان والالوان ومعانيها وازاي احنا نتفاعل معاها بتتاثر بخلفيتنا الثقافيه والمكان اللي احنا عايشين فيه والتجارب اللي احنا بنمر بيها، وممكن يمثل حاجات ضد بعض لنفس الشخص. فالاحمر، الاحمر مثلا عندك مثلا revolution and love, victory and thrill, beauty and war, sin and motion, courage, determination, aggression. تعتمد انت بتستخدمه في any context. الاخضر safety and comfort, youth, reproduction, freedom, relaxation, faith, life, hope, wisdom, harmony. الأزرق balance, authority, value, trust, loyalty, confidence, acceptance, honesty, reflection. البيربل، البيربل عشان من اللون، من الألوان النادرة ومش موجودة في الطبيعة غير لو ضفت لون على اللون، فهو دايما تحس ان هو اللون إليت والناس كتير بتنزعج منه لنفس السبب ده يعني. لكن برضو بيمثل حاجات كتير: wealth, mood, coolness, anxiety, inspiration, drama, creativity, magic. دايما يبقى magician كده، بيبقى داخل المسرح كده ب velvet cap كده لونه purple. yellow joy and expansion, light, uncertainty, youth, caution, imagination, thought, idealism, innovation, stimulation. Orange independence, creativity, health, dryness, fitness, encouragement, ambition. طيب دي الالوان وتاثيرتها علينا، بس انا فكرت طيب ايه اللي يخلينا نربط الكلام ده باللون ده؟ ايه اللي بيحصل لنا اصلا؟ هل اصلا الالوان دي اتخلقت بمعانيها، ولا البني ادمين هم اللي قرروا انه يحط المعاني دي على الالوان؟ طيب فابتكرت لفظ اسمه الشخصيه اللونيه، وبعدين جبت بقى البني ادم من اول خالص ايه اللي بيحصل له لحد ما يكبر ويقول اه الاحمر ده بيمثل لي امبيشن. اوكي طيب، اول قرار لوني بيتاخد في حياتك بيبقى في اللحظه اللي بتتولد فيها. فلو انت بتتولد ولد خلاص انت هتلبس لبني، ولما لما تبقى بنت هتلبس بمبا. اوكي، وازاي تجيب للولد كوره بامبا؟ ما ينفعش and so on. طيب نكبر شويه ويجيبوا لنا بقى ايه الوان، الوان ميه بس دول يعني للاب والاهل والامهات عندهم شجاعه يعني. هما ممكن نبتدي بالفلوماستر، طقم الفلوماستر 6 الوان ده اول حاجه بتجيلنا. بعدين بقى ايه في الفتره دي بنعيش اكتر فتره الحريه اللونيه في حياتنا. احنا لسه يعني عندنا براءه وما نعرفش اي حاجه عن الدنيا وما عندناش اي مينينجز، فبنتعامل مع الالوان بكل حريه. ايه يعني لما احط ده جنب ايه اللي هيحصل يعني؟ وليه ما ينفعش؟ لا كله ينفع، واحنا اطفال كله ينفع. فدي اكتر مرحله بيكون فيها يعني color freedom. دي رسمه لطفل عنده 5 سنين، يعني لما حد واحد كبير يعني بيدخل كليه الفنون وياخد ماجستير ويدخل ويطلع ما يعرفش يرسم صوره زي دي.
بعد كده بنخش المدرسة ونقابل مدرسة الرسم وتقول لك الشجرة لازم تبقى خضراء والجيبة لازم تبقى حمراء وما ينفعش ده هنا وده لازم السماء تبقى زرقاء والأرض صفراء ونرسم يعني ونلون زي ما مدرسة عايزة. ولو قدمت له الصورة زي دي هتاخد صفر عشان الألوان غلط. الصورة دي لبيكاسو وبتتباع $40 مليون. بس ما حدش قال لبيكاسو ان الألوان دي غلط، هما سابوه يبقى بيكاسو. احنا النظام التعليمي عندنا مصمم لشخص واحد لا يسمح ان هو يطلع بيكاسو، علشان النظام التعليمي عندنا مش مصمم للناس اللي بيشوفوا الدنيا كده. فالحرية اللونية عندنا او الايماجينيشن اكشلي او العلاقة المتوترة بيننا وبين الالوان بتبتدي في المدرسة. طيب خلاص احنا علاقتنا بالالوان ابتدت تبوظ اوريدي، فخلاص يعني اتس تو ليت. وبعدين بنطلع عندنا ايديا معينه، فنبتدي خلاص يعني بنتشائم لما بنشوف الاسود ولما نحب حد نقدم له ورد احمر، ولو كان الورد بامبا يبقى بنعزه بس ما بنحبوش، ولو كان ابيض بس يبقى احنا لسه بنفكر، او مثلا لو اصفر يبقى بتغير عليه او بتحقد عليه. طبعا الالوان بيتعمل عليها دراسات وماجستير ودكتوراه، والناس اللي بتفهم فيها وبياخدوا فلوس فظيعه علشان واحد انا مثلا اقول له انا عايز افتح شركه، فتروح للشخص ده هو يقول لك اللوجو بتاعك لونه ايه وليه ودراسات، وبيعمل كيس ستادي قد كده علشان يطلع اللون. طيب ال لون كرافتة الرئيس الامريكي ده قرار سياسي وليه ناس بتشتغل عليه. وايوه ولما يبقى فيه مثلا ديبيت بيبقى فيه نيجوشيشنز، اصلا المرشح بتاعك هيلبس كرافتة لون ايه النهارده علشان المرشح بتاعي عايز يلبس ازرق، بيبقى فيه نيجوشيشن عشان ما ينفعش يبقوا الاثنين لابسين نفس اللون، ما ينفعش عشان الباور البالانس هيبوظ والديبيت نفسه هيبوظ. اوكي وهو وفي ناس بعد اللقاءات دي بتطلع بيقول لا كان قصده ايه بالكرافتة الزرقاء هو لابسها، والتاني يعني هو كان لازم يلبس احمر النهارده يعني علشان هو قصده يقول كذا كذا. طيب في الديبيت ده كان اوباما عايز يوصل رساله للشعب عنده ان هو تراست وورثي وانا لكل الناس و يعني ثقوا فيا واديني صوتكم. الراجل التاني علشان كان حاسس بالضعف ان هو موقفه ضعيف فحاول يظهر بقوه باللون الاحمر. ولما اوباما كسب ده لبس الكرافتة الحمراء علشان ساعتها الرسالة كانت العالم أنا جيت أنا قوي أنا موجود أنا يعني هساهم يعني في الديمقراطية عندكم. ولما مراته لبست أصفر الناس قالت دي بتكيد العوازل أو إنها بت إيه بتبان إن هي مشرقة وجاية تغير الصورة التيبيكال للفيرست زوجة الرئيس يعني. اوكي بس لما جه يتصور الصورة الرسمية رجع لبس ازرق تاني علشان الرسالة كانت برضو للشعب ان هو انا تراست وورثي انا معاكم انا ليكم كلكم. ولم اليوم الاسود اللي هو لابس فيه الكرافتة البيج دي الدنيا قامت وما قعدتش وقالوا ان اوباما ضعف وبيلبس الوان مايعه زي قراراته. واحنا يعني كان لينا سابقا ان احنا رئيس السادات كان ذكي جدا في حكايه الكرافتات دي،
ودي كرافته تاريخيه يعني حتى وما لهاش لون بس يعني احنا لينا برضو في موضوع الكرافتات يعني علشان ما. لا الموضوع ده سيريس يعني اوكي انا اوريكم صوره وانتوا يعني انتوا قرروا بقى يعني انتوا خلاص ف اصفر واحمر متهيألي الصوره وضحت يعني طيب تعالى نروح الناحيه الثانيه من العالم خالص في مصور اسمه كينغستون عمل مشروع تصويري وعمله نزله في كتاب اسمه كوريا هو بيسكلي راح زار كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه عشان يصور الحياه اليوميه والفرق بينهم طبعا انتوا عارفين ان كوريا الشماليه نظام قمعي فاسد والناس ملهاش اي راي وكوريا الجنوبيه نظام ديمقراطي وكل الناس حره ومش عارفه ايه فانا دلوقتي هعرض لكم صور شوفوا النظام القمعي بيعمل ايه في الناس وبيخلوهم يتصرفوا ازاي ويعملوا ايه والنظام الثاني ازاي بيأثر يعني انا مش بتكلم في السياسه انا بتكلم في الشخصيه اللونيه طيب دي كوريا الشماليه ده as we speak يعني اليومين دولت يعني دي كوريا الشماليه انا مش هعلق انتوا شوفوا الصور و يعني اوكي دي كوريا الجنوبيه كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بني الدنيا كلها بني كوريا الجنوبية كوريا الشمالية كوريا الجنوبيه اظن واضح جدا ازاي الظروف بتاثر على البني ادمين على شخص على نفسيتهم وبازاي بنطبع برضو على الالوان اللي هم وحياتهم شكلها ايه طيب نعمل ايه بقى بما ان احنا عرفنا ان في الوان والالوان دي بريئه من المعاني الكتيره اللي احنا بنحطها نعمل ايه في نفسنا دلوقتي يعني المفروض ان احنا يبقى عندنا يعني color awareness هي دي الرساله اللي انا جاي اقدمها لازم تعرف تقرا الالوان وازاي الناس بتاثر عليك بالالوان وانت ازاي يعني بتاثر على الناس لما تشوفهم بالالوان في شركات بيبقى ليها dress code يقول لك وانت رايح عميل لازم تلبس الكرافته لونها كذا and قميص لونه كذا and so on عشان ده بيأثر تأثير رئيسي وأساسي في شخصية الناس اللي قدامك وإزاي هما بيبصوا لك. الراجل ده أمريكي ساب بقى له نسيت اسمه بس هو جه مع في سنتر اسمه أرت اللوا في المهندسين عندنا في القاهرة. الراجل ده أمريكي ساب بلده وجه مصر علشان يدهن الدشات اللي على أسطح المناطق العشوائية علشان يحسن المود بتاع الناس اللي ساكنين هناك من خلال الألوان جبار يعني أصلاً المبنى نفسه اللي هو واحد يصحى الصبح يقرر أنا هروح مصر أدهن الدشات على السطح أوكي دي ناس دي برضو another initiative من المصريين دول هما ناس في كلية الفنون اسمها عندهم organization اسمها coloring a gray city مصر يا جماعة رصاصي قوي رصاصي يعني حتى الشجر لونه رصاصي أنا مش عارفة إزاي يعني بس أنا عارفة إزاي بس يعني مش مفروض يبقى كده فهم الناس دول قرروا إن هم يحسنوا حياة الناس بان هم نازلين الصبح يشوفوا الوان يعني هيأثر في حياتهم النفسيه جدا فهم ماشيين يعني يلونوا سلالم الكباري في القاهره ف and this is يعني a great initiative انا يعني كان لازم اشيد بيه يعني هنا معاكم في البرزنتيشن بتاعتي
علامه استفهامك على الشمال، بس يعني النقطه بدل ما انت بدل ما انت عرفت المعلومات دي كلها هتعملوا ايه دلوقتي؟ شكرا.